السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. ما أن خرج المشرعون الأمريكيون بفكرتهم النارية إلى العلن والمعنية بتزويد البشمركة أنظمة دفاع جوي تطبيقا لخطط الدعم ومواجهة الاعتداءات المقبلة من خارج الحدود حسب تعليل الكونغرس الأمريكي لهذه الخطوة، غير أنها تقرأ من زاوية أخرى أنها تتعارض مع صلاحيات السلطة المركزية لبغداد صاحبة الحق الوحيد في التحكم بقرارات الأمن الوطني، وربما تتعدى مخاطر هذا الإجراء إلى تحفيز الخطوط النارية وإنشاء مناطق توتر في العراق والمنطقة عموما، خاصة مع الدول اللي تجاور الشمال. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة نتحدث عن تحسن الحاصل في البنية التحتية والاستقرار الأخير اللي فتح البلاد أمام عدد كبير من المانحين معظمهم من الدول العربية، والحد من انتشار السيطرات الأمنية والإعمار للمشاريع المتلكئة، إضافة إلى الخدمات الأساسية من بناء وإصلاح يراها المراقبون تغييرات كان مني المواطن من النفس لتحقيقها منذ عام 2003. أما على الصعيد الدولي فالتقدم الداخلي للبلد هو من صار به العراق واجهة ومقصد الدول الأخرى لعقد الاتفاقات والشراكات معه، حملات كبيرة تقودها الحكومة لتحسين واقع الخدمات في بغداد، وصفها المراقبون بأنها الأكبر منذ أعوام عديدة، لا سيما وأنها متطلبات أساسية من حق المواطنين. هذين الملفين المهمين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضيفا كريما في الأستوديو، أهلا بك أستاذ مهدي، وكذلك أرحب بالدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي، ضيوفا كرام. أبدأ من حضرتك أستاذ مهدي، نتحدث اليوم عن الكونغرس الأمريكي اللي دارس مشروع تعديل لخطط الإنفاق العسكري، يعني هنالك قانون لتزويد البيشمركة وهو قريب من التمرير بعد أن حظي بدعم شديد من الحزبين، ترى ما فرص نجاح هذا القانون وأين يتعارض؟ بداية تحياتي لحضرتك ولأخي العزيز الدكتور أحمد وإلى قناتك ومشاهديك الكرام، لك كل التحية. جنابك يعرف أنه أساسا أغلب تجهيزات ومساعدات ومنح البيشمركة وتجهيزاتها بالأسلحة أغلبها كانت من التحالف ومن الولايات المتحدة بالذات، لعبر السنين اللي مضت حتى بحربنا مع داعش كل التجهيزات وكل المساعدات العسكرية كانت تأتي منهم لمحاربة داعش وما يتعرض له إقليم كردستان، خاصة بالفترات الأخيرة تعرض إلى قصف صاروخي أكثر من 15 صاروخ من دول الجوار مع كل الأسف. هاي واحدة. ثانيا جنابك يعرف أيضا أنه هناك مصالح أمريكية، يعني حقيقة القاعدة إن كانت السفارة الأمريكية موجودة، قنصل الأمريكي أو القاعدة الأمريكية اللي موجودة هناك، إضافة إلى قوات التحالف اللي موجودة، إضافة إلى أنه يكون هناك حماية أولا إقليم كردستان جزء من العراق، حماية الحدود وحرس الحدود هي تقع على عاتق البيشمركة، فإن كان تزويدها بكافة الأسلحة اللي تساعدها على التصدي لكل الخروقات التي تحدث إن كانت من الجانب التركي أيضا، يعني هذه الخروقات الأمنية اللي متكررة يوميا بقصف طائرات تركية بمناطق آمنة، هذه يحتاج حقيقة في إقليم كردستان الدفاع عن نفسه أولا، الدفاع عن بلده وعن شعبه وعن ناسه بتجهيزه بهذه واحدة من الخطوات. نتمنى أن تمر بخير ونتمنى أن يكون
واقع حال باعتبار ذكرت جنابك هذه الخروقات الأمنية المتكررة باعتبار أساسا حتى في القوات العراقية لحد هذه اللحظة لم تكتمل من ناحية الدفاع الجوي أيضا باعتبار هناك كثير من البنى التحتية لهذه القوات غير كاملة لهذه اللحظة. وبما أنه إقليم كردستان متعرض يوميا لم أقل ساعاتيا يوميا هو متعرض إلى قصف من قبل تركيا، لهذا السبب أعتقد واحدة من الخطوات الجيدة لتساعد القوات البيشمركة وإقليم كردستان الدفاع عن العراق بشكل عام. طيب دكتور احمد جود الترحالي بحضرتك واود ان اسالك حياكم الله. يعني هنالك من يتحدث ان امريكا تريد حمايه قنصليتها واستثماراتها الاخذه بالتوسع، هي راح تنقل هذه المنظومه الدفاعيه بعنوان التقديم للبيشمركه، لكنها في الحقيقه قد تكون امور اخرى بين السطور، كيف يقراها الخبير الاستراتيجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لندخل بالموضوع من بعد كنظام سياسي. نعم. النظم السياسية في الفدراليات الوحدات الإدارية لا تمسك بعناصر السيادة، وأعني بعناصر السيادة جملة من الأمور في مقدمتها ما يطلق عليه بالوزارات السيادية. في النظم الفدرالية وزارة الخارجية ووزارة الدفاع هي استحقاق سيادي اتحادي على مستوى منظومات الدفاع الجوي التي هي جزء لا تجزأ من وزارة الدفاع. هناك ما يطلق عليه بالأحزمة الضامنة، الأحزمة النارية الضامنة لحماية سيادة البلد، تبتدي بمنظومة رادارية تغطي مساحة الوطن وتتخطى الحدود لمسافة في بعض الأحيان تصل إلى 100 كيلو حتى تحقق ما يطلق عليه بالإنذار المبكر. الأحزمة الصاروخية هي منظومة صواريخ بعيدة المدى، متوسطة المدى، قصيرة المدى، وبعض الأحيان الأهداف السوقية كالسدود ومحطات الطاقة وما إلى ذلك تنشر فيها صواريخ يطلق عليها بالصواريخ القطرية. بما أن العراق يفتقر إلى هذه المنظومة وهناك متغير سياسي يدفع الولايات المتحدة للاهتمام في هذه المرحلة بإقليم كردستان. نعم. وبالتحديد فيما يتعلق بالدور التركي. هسه البعض يقول طيب مو احتمال التهديد لإقليم كردستان من إيران ومن تركيا. من إيران نعم هناك قصف في بعض الأحياء يكون قصف مدفعي، أي بمعنى أن المناورة برية، فضلا عن إيران ماضية باتجاه أيام إن لم نقل أسابيع سيجري توقيع اتفاق 5+1 الجديد الذي سيمهد إلى أن يجعل إيران لها خصوصية في مسألة التوازنات وتهدئة الأوضاع في المنطقة. فتبقى تركيا، تركيا منذ الانتخابات الأخيرة وفوز أردوغان للولايات المتحدة وجهة نظر تختلف اختلاف كلي عن مجريات الأحداث في تركيا. تركيا لا زالت تتمدد على مستوى الانفتاح العسكري في العراق، وهو احتلال وليس انفتاح، لأن هناك أكثر من 39 تموضع بين قاعدة برية وقاعدة جوية في إقليم كردستان. تستخدم الأجواء، الدولة الوحيدة التي تخترق أجواء العراق بطائرات مقاتلة وتنفذ مهام قتالية في الداخل العراقي، وهو ما يصنف بموجب ميثاق الأمم المتحدة عدوا. لذلك نشر منظومة دفاع تتحدث فقط بإقليم كردستان على اعتبار كما تفضل ضيفك الكريم الأستاذ مهدي أنه هي الإقليم مهدد. تأمين الحزام الناري الضامن لتأمين سيادة على إقليم كردستان ربما سيمهد حتى لعمليات عسكرية لإخراج القوات التركية المتواجدة في إقليم كردستان. وطبعا تزامنا مع مسألتين، المسألة الأولى دعوة السفيرة الأمريكية إلى توحيد أطراف البيشمركة وجعلهم منظومة واحدة بعيدا عن التوازنات الحزبية، فضلا عن الانهيار غير المسبوق في الليرة التركية وما ينذر ب يعني حربا اقتصادية ستشن على تركيا بعد فوز أردوغان، وتقويض لما يطلق عليه بمشروع العمق الاستراتيجي الإقليمي، والذي أيضا لن يقتصر فقط على إقليم كردستان بل سيشمل المناطق التي تتواجد فيها قوات قصد، ومنها على سبيل المثال دعوة أممية ولكن بتحفيز وبإصرار أمريكي في تفكيك مخيم الهول لتخفيف الأعباء تعبويا على قوات قصد لجعلها أكثر مرونة في الانفتاح العسكري في المناطق التي تسيطر عليها قوات قصد. فإذا احنا على اعتاب متغير
يجب أن يقرأ من قبل الحكومة الاتحادية قراءة دقيقة، وأن تحدد أبعاده، وكيف سيكون في المرحلة القادمة التنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية في مرحلة لازلنا فيها تحت الإشراف وتحت الوصاية الأمريكية، وهذا الخيار الأمريكي سيفرض كواقع حال أخذا بمبدأ التوازنات الإقليمية والدولية. نعم. طيب أستاذ مهدي، يعني ماكو عندنا علامات استفهام تسجل على هذه الخطوة، باعتبار أنه يعني الولايات المتحدة سابقا تتحدث عن خطة أمن العراق بأكمله، ولكنها تغادر هذه النصوص وتذهب إلى أجزاء من هذه النصوص، مع العلم أن بغداد قدمت طلب للإدارة الأمريكية في وقت سابق لشراء منظومة الدفاع الجوي لكنها رفضت، واليوم هي من تبادر لنصب هذه المنظومة وتقبل نحو أربيل. ما شكل أن علامة استفهام هذا الشيء؟ لا بالعكس، لو جنابك يعرف وذكرها دكتور أحمد، يعني الكثير من المتغيرات الموجودة الآن إقليميا دوليا يعني لها تأثيرات كثيرة على أمن العراق، استقرار العراق، اقتصاد العراق، كل من كل النواحي. لهذا السبب إن كان تجهيز البيشمركة بهذا الأمر هي الخطوة الأولى لتجهيز القوات العراقية، على ما أعتقد أنه هناك هذا التوجه، باعتبار أنه الولايات المتحدة لديها الآن كثير من المصالح موجودة في العراق، ليس فقط في إقليم كردستان، وعليها حمايتها من كثير من التهديدات التي تواجه هذه المصالح الموجودة في العراق. لهذا السبب إن كان تجهيز البيشمركة خطوة أولى، اولا باعتبار المتضرر الاكثر الان في هذه العمليه هي اقليم كردستان ودهوك واربيل وسليمانيه، من الطائرات التركيه التي يوميا على مدار الساعه هناك قصف لهذه المناطق الامنه بالسكان، وكثير ما تم تهجير يعني قتل واستشهاد كثير من المواطنين الامنين في هذه المناطق. لهذا السبب أجدر كان الخطوة الأولى باعتبار هذه المناطق المتضررة الآن كخطوة مسبقة أن تكون تجهيز إقليم كردستان والبيشمركة بهذه الأمور للدفاع عن أولا عن البلد بشكل عام، وعن الشعب إقليم كردستان، وعن المناطق التي تتعرض لهذا القصف اليومي، إضافة إلى أن يكون الخطوة الثانية على ما حسب المعطيات الموجودة أن يكون هناك باعتبار ما ذكرت جناب مصالح الولايات المتحدة الآن منتشرة بالعراق بشكل عام، وخاصة بعد الاستقرار السياسي الآن موجود والانفتاح الاقتصادي على كثير من الشركات، إن كانت الأمريكية إن كانت الأوروبية إن كانت، وهناك رغبة بالعمل بالعراق من أجل حماية هذه الأمور المصالح الموجودة. تأمين الأجواء من أهم الخطوات اللي يجب أن تكون لدى الحكومة العراقية اللي تعمل بجد حقيقة ببناء أولا القوات الأمنية، حتى هناك تعاون كبير الآن بهذه المرحلة بين البيشمركة والقوات الأمنية بالعمليات المشتركة. لهذا السبب أعتقد لا يوجد أي ضرر في ولا عجب بها، باعتبار الخطوة الأولى تعتبر من تجهيز القوات الأخرى. هسه ماكو ضرر نجعلها بعد شوية، ولكن خلينا نأخذ الموضوع من جنبه قانونية دكتور أحمد، يعني وفق القانون العراقي النافذ برأيك هل يحق لأربيل أن تستلم هكذا معدات دفاعية؟ صلاحيات بغداد وسلطتها الاتحادية هل تسمح لها الاقتراب من مساحات الأمن الوطني؟ نتحدث عن أنه الأمر إلى اعتبارات عسكرية داخلية وربما أيضا ارتدادات إقليمية، عندنا مواقف من المفترض إذا كانت تحسب أن الأمر تعدي على السيادة. هو بالحقيقة أكو مسألة مهمة، يعني إحنا عندنا البرنامج مال الـF-16. نعم. هو بالحقيقة برنامج بالأساس تم التعاقد على طائرة الـF-16 كمنظومة دفاع جوي، لأنه طائرة الـF-16 هي طائرة احنا نطلق عليها بالمولتي بيربس، متعددة الأغراض، يعني تطير هجوم أرضي ground attack، وتطير انترسبتر دفاع جوي للقتال الجوي والاشتباك الجوي مع الطائرات المهاجمة، وتطير أيضا في مجال الحرب الإلكترونية والاستطلاع الإلكتروني. سئل وزير الدفاع في وقتها كان جمعانات، سئل قالوا له ليش انت بعض الخبراء، وطبعا كانوا يشيرون الي انه احنا اكو ما يطلق عليه بالاس او بي ستاندرد اوبريشن بروسيجر، اذا حصل خرق جوي من قبل طائره معاديه، لا سيما انه هذا الطائره المعاديه تنفذ عمليات قتاليه في داخل العراق، ما هو المفروض رد فعل القوه الجويه؟ قال انه يجب ان يكون عندنا اقلاع فوري اللي احنا نطلق عليه بالسكرامبل تيك اوف،
هذا السكرامبل تيك اوف خلال دقيقتين لازم يخلع الطيار ويكون في حاله اشتباك، يعني يفتح الرادار ويغذي الصواريخ ويشتبك مع الطائرات. لو قالوا لي ليش ما تنفذ هذا اللي هو ستاندر سياق عالمي، قال لي انا مقيد سياسيا. فالقيد السياسي ربما هو الذي اعطى مبرر الى الولايات المتحده في اطلاق مثل هكذا مشروع، لانه احنا عندما تدخل طائرات تركيه لضرب اقليم كردستان في البعد التعبوي، وهذا اللي تحدثنا عنها جزئيه من عناصر السياده، انه السياده ممسوكه بيد الحكومه الاتحاديه، ما هو المبرر في عدم اطلاق طائرات المقاتله للدفاع عن اقليم كردستان بالوقت اللي هو جغرافيا جزء من العراق وعلى المستوى العسكري هو جزء لا يتجزأ من المعادلة الوطنية؟ فقال القرار السياسي عطلني. هذا الإجراء الخاطئ هو الذي أعطى مبرر إلى الولايات المتحدة في أن تجهز إقليم كردستان بمنظومات دفاع جوي حتى تعطيه قدرة الدفاع الذاتي على المستوى الإقليم إذا لم تفي الحكومة الاتحادية بالتزام حماية الإقليم. وهذه المعادلة كان الأجدر بينا إحنا أن نقرأها، فضلا عن أن الولايات المتحدة عبر سفيرتها الحالية للعلم هي تمثل سفير فوق العادة. السفير فوق العادة كل ما موجود من اتفاقيات سواء كانت اتفاقيات اقتصادية وأمنية أو عسكرية لها حق التطبيق والتنفيذ الفوري على اعتبارها تمثل رئيس الولايات المتحدة في الداخل العراقي. فضلا عن أنه احنا ركزي تاني على هذه النقطة، أنه احنا لازلنا تحت الوصاية الدولية، يعني قرارات مجلس الأمن تقول أن العراق لا زال غير قادر على الإيفاء بمستلزمات حماية السيادة الوطنية، وعلى التحالف الدولي والولايات المتحدة القيام بمهامها بوصفها حليف استراتيجي في تأمين استراتيجية الردع الأمني. فهي تجي تدخل من هذه الجنبة وتقول أن هذا الجزء من الوطن مهدد بضربات متتالية كما أكد ضيفكم الكريم، ويقتضي أن تكون هناك آليات ردع وتوفير معدات قتالية للمواجهة والاشتباك. بما أن الحكومة الاتحادية لم تفي بهذا الالتزام فيذهب التحالف الدولي والولايات المتحدة لا تأمين. وإذا طبعا إذا دخل الباتريوت، فالباتريوت بمدايات صاروخية عالية وبمدايات كشف رادارية عالية ستغطي نصف سوريا، بل حتى تدخل في المجال في الداخل الإيراني والتركي. فبالحقيقة ستكون معادلة ردع فيها في تقديري سيكون الهدف الاستراتيجي هي تركيا، المرحلة القادمة تركيا تحت النظر، لا سيما في ظل معادلة تبني إيران لخيار التوافق على اتفاق تسوية الملف النووي، اتفاق 5+1 الذي أزال كل العقبات، يعني كانت دول الخليج وفي مقدمتها السعودية رافضة اتفاق الذي أطيح به بقبل ترامب، وكان أيضا هناك اعتراض إسرائيلي. الآن كل هذه التحفظات زيلت، والاتفاق القادم سيكون اتفاقا ملزما طويل الامد حتى للولايات المتحده، اي بمعنى انه لا يحق حتى لرئيس الولايات المتحده القادم جمهوريا كان ام ديمقراطيا الغاء هذا الاتفاق، وهذا الاتفاق بحد ذاته سيجعل الجانب الايراني امنا ومستقرا بشكل او باخر. الجبهه الساخنه في قادم الايام هي تركيا. طيب هذا الموضوع هل يبرر ما تسعى إليه واشنطن أستاذ مهدي لإنشاء مناطق توتر في الشمال العراقي؟ يتحدث الدكتور الشريف عن أن الجبهة القادمة هي تركيا، كما يبدو أنه الموضوع لا يعدو من مبرر التحفيز، تحفيز الأطراف للرد على كل ما هو قادم من خارج الحدود. فبعد الدفاع الجوي هنالك تجهيز مكثف للقوات الكردية، إذن هي ليست عملية واحدة بل تتبعها عدة خطوات. حضرتك تعرف أنه التهديدات التركية والأطماع التركية اللي موجودة وتدخلاتها في كثير من البلدان من ضمنها العراق، والقواعد اللي أنشأتها مع كل الأسف، واستغلال الوقت اللي كان بيه إن كان حرب داعش ومواجهة من قبل البيشمركة والقوات العراقية، واستغلت هذه الأوقات ودخلت قواتها وجعلت لها أنه تكون هذه القواعد متواجدة. إذن نظرة الولايات المتحدة المستقبلية الآن حسب المتغيرات اللي ذكرها الدكتور أحمد، هناك كثير من المتغيرات، واحدة من عندها هي تركيا ستكون أمام الأنظار. لهذا السبب تجهيز البيشمركة ليس يعني أكون في بعض الأحيان تأخذ حسابات خاطئة أنه تكون داخل إلى هذا أساسا هي
أدوات دفاعية ليس هجومية أولا. ثانيا المتغيرات الموجودة اللي ذكرتها جنابك، أنه يجب أن تحمي إقليم كردستان من هذه الهجمات المتكررة. إذا كان يعني الطائرات العراقية التي هي من مسؤولية حماية الأجواء العراقية ولم تمتلك الأدوات الردع الكاملة لهذه الخروقات الأمنية، فبالأجدى أن يكون هذه أول خطوة الأولى من أن يكون هناك حماية للأجواء العراقية من هذا القصف المستمر والخروقات الأمنية المستمرة. لهذا السبب أعتقد يعني من حق إقليم كردستان والعراق بشكل عام أن يكون لديها تمتلك هذه الأمور، وبعلم الحكومة المركزية ليس خفاء، لأنه هذه الاتفاقات الموجودة الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة باعتبار الراعي الأول الآن في على العراق، أنه يكون لديه أن يدعم القوات العراقية من ضمن البيشمركة من حماية نفسه من المخاطر التي تهدده والتهديدات الكثيرة والخروقات الأمنية. لهذا أعتقد هذه الأمور جدا طبيعية ويجب أن تكون حتى التجهيز، باعتبار أنه البيشمركة لحد هذه اللحظة حتى في حربنا مع داعش مع كل الأسف لن نستلم ولو طلقة واحدة ولو سلاح واحد قطعة واحدة من المركز. لهذا كان كل التجهيزات إن كانت الأسلحة والأعتدة كلها من التحالف الدولي والولايات المتحدة حتى أعتقد الرواتب اللي كانت جاهزة بها. لهذا السبب ليس بالغريب أن يكون هناك من ضمن أولويات التحالف والولايات المتحدة أن تقوى هذه القوات أمام التحديات الكبيرة اللي تواجهها. طيب يعني هناك دكتور أحمد الشريف يعني ما أستاذ مهدي يقول بأنه المركز ما ساعدهم إبان حرب داعش وكانت المساعدة أمريكية، خلينا نربطها بربط تاريخي. يعني هناك تاريخ من العلاقة المتأرجحة بين إقليم كردستان وأمريكا، اللي قطعتها أمريكا للكرد بالاستقلال من 1920 وانتهاء بالتخلي عن هذا الوعد والتخلي عن كردستان في حماية الإقليم عن تقدم داعش عام 2014 كما ثابت لدى خبراء المركز. تاريخ الطويل من التخلي عن الشعب الكردي ألا يعطي مؤشر، خاصة وأن هنالك شواهد قريبة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومن سوريا وغيرها من هذه الشواهد؟ في تقدير الانسحاب من أفغانستان ومجريات الأحداث في أوكرانيا ستدفع الولايات المتحدة إلى إحكام القبض على منطقة الشرق الأوسط. قلب الشرق الأوسط هو العراق، وأهم وأخطر معادلة في منظومة المعابر الاستراتيجية للغاز الطبيعي ستكون معادلتها حاضرة في إقليم كردستان، فلا نستبعد أن تكون هناك مصالح مشتركة. ولكن مسألة التسليح في إقليم كردستان هي بالحقيقة ليست للبيشمركة بالتحديد يعني كمسمى، لأنه هذه منظومات دفاع جوي ستسلم إلى أجنحة الإقليم التابعة إلى الدفاع الجوي التابع لوزارة الدفاع العراقية، وهناك لواء تم تشكيلهم لتعزيز هذه المهام. ومسألة الدفاع الجوي هو لا يتعلق بالبيشمركة، لأنه البيشمركة كمسمى هم قوات حماية إقليم، أي بمعنى لديهم صلاحيات على مستوى الرقعة الجغرافية. ولذلك أنا أشرت أنه هذه البطاريات هي بطاريات ذات منظومات رادارية عابرة للحدود وقدرات قتالية ترتبط أوامرها مركزية مع الحكومة الاتحادية عبر الدفاع الجوي، فهي ليست للبيشمركة بقدر ما هي ستنتشر في إقليم كردستان لخصوصية الإقليم ولتعرض للتهديد مستمر من قبل تركيا. ومسألة الانتشار سيكون انتشاره لوزارة الدفاع، يعني هذه المعدات الجوية سواء كانت طائرات أو حتى صواريخ دفاع جوي هي ستكون مرتبطة بوزارة الدفاع وليس بوزارة البيشمركة التي هي كما وصف لها لحلة أساس أصل من أصول الدستورية التي تبناها العراقيين وتم التصويت عليها برلمانيا والاستفتاء جماهيريا، يعني لكل العراق فيدرالية، فستكون هناك إذا حصلت الفيدرالية الوسط والجنوب هذه كلها ستكون لها قوات مشابهة للبيشمركة. طيب. يطلق عليها بقوة حماية الإقليم، ولكن هذه قوة حماية الإقليم طيب. لديها دكتور أريد أعرج على قضية المساعدة الأمريكية لكردستان. يعني
أستاذ نعم. مهدي يقول الاعتماد على أمريكا دون الاعتماد على المركز. يعني هو أكو تداخل بالحقيقة بضغط. يعني إحنا لا ننسى أنه أكو حزب موالي، مثل ما عدنا أحزاب موالية لإيران أكو أحزاب موالية لتركيا، وعملت هذه الأحزاب بشكل أو بآخر على توهين القدرات القتالية باتجاه ردع العدوان التركي. هسه العدوان هذا ميثاق الأمم المتحدة يقول إذا أغارت طائرة حربية واخترقت الحدود دون القيام بعملية عسكرية فيعد عدوانا، بل التلويح بالعمل العسكري بحد ذاته عدوان بموجب ميثاق الأمم المتحدة. فما بالك هم دي يخترقون بطائرات مقاتلة وينفذون عمليات قتالية، إذن العدوان قائم. تبقى القضية تتعلق بأنه هناك ارتباطات أيديولوجية تعطل، ودليلنا في ذلك مقولة وزير الدفاع يا بي ليش ما تطير طائراتك F-16 جاهزة؟ نعم جاهزة، مسلحة. ليش ما تطير تردع الطائرات اللي إذا تغير إذا تضرب إقليم كردستان؟ يقول أنا مقيد سياسيا. هذا القيد السياسي هو الذي أعطى مبرر للولايات المتحدة في أن تعزز حصرا منظومات الدفاع الجوي في هذه المنطقة التي تصنف أنها ساخنة على مستوى الانتهاك وأنها غائبة عن الحكومة الاتحادية بسبب الضغط الأيديولوجي. يعني لنكون أكثر وضوح وأكثر صراحة أمام الرأي العام العراقي في معالجة قضية حساسة، لا نعاتب من يتدخل بالشأن السياسي في العراق من دول الجوار أو دول العالم، ولكن لنعاتب غياب المشروع الوطني الضامن للمصالح العليا للدولة الحامل لسيادة الدولة. ما إحنا سيادة الدولة هي المرتكز الأساس في ضمان هيبة الدولة ضمن التوازنات الإقليمية والدولية. نعم. من نصير إحنا مكفخة دول الجوار قطعا تتدخل الدول الحليفة حتى تسند حليف على الأقل تقدير. ما دام أن العلاقة صارت بين دول الجوار، وأيضا نعود إلى ذات الموضوع أستاذ مهدي، يعني من ضمن الخطط العسكرية الأمريكية أكو صواريخ وأسلحة نوعية جديدة قدمت لقوات قسد بحجة مساعدتها في محاربة التنظيمات الإرهابية. طيب هذا الموضوع هل معناه أنه منطقة الشمال ملتهبة؟ تريد واشنطن تجعلها بهذه الهيئة عمدا؟ شنو استفادتها من هذا الوضع؟ شوف أخوي الأستاذ العزيز، الولايات المتحدة ما زال أكو مصالحة قصد، يعني أكو مناطق نفطية اللي كانت موجودة هناك واستحدثت في سوريا، لهذا السبب دعمت، وحتى التغييرات الموجودة أمام تركيا، كل هذه الأمور ممكن. أما ليس الشمال، في إقليم كردستان الأوضاع تختلف باعتبار الخروقات الأمنية والأبرياء اللي يذهبون الضحايا لهذا الخروقات الأمنية والقصف المستمر. إضافة إلى نقطة جدا مهمة، وهي أنه حتى في الدستور البيشمركة يجب أن تكون من ضمن القوات الأمنية المتوازية، ويجب تجهيزها وتسليحها حال حال بقية القوات الموجودة. ولكن مع كل الأسف لن يحدث هذا إلا خلال الأيام الماضية. أعتقد هناك اتفاقات كبيرة في ظل هذه الحكومة مع السيد محمد الشيع السوداني، اتفاقات أمنية ستكون، وهناك انتشار للقوات العراقية في إقليم كردستان على الحدود بعد ما تم الاتفاق. لهذا السبب أكو حركة حقيقة أن تكون بداية يعني ثقة أولا بين الطرفين من أجل أن يكون تجهيز البيشمركة حال حال القوات الأمنية البقية، وحتى رواتبها أيضا، حتى بالنسبة للرواتب أعتقد ضمن الموازنة أيضا. لهذا لا يوجد مبرر بعد خلال هذه الفترة القادمة أن يكون هناك توحيد للقوات الأمنية وأمن واستقرار إقليم كردستان وليس الشمال، أكرر مرة ثانية، من أمن واستقرار العراق. وهذا إن كان مساعدة أمريكية وإن كان ذكر الدكتور أحمد أنه كانت تدخلات كثيرة، إن كانت إقليمية إن كانت دولية. لهذا يجب أن نبني البيت الداخلي أولا، بعدها من تبني بيتك وتكون قوي بقرارك بتعاملك، أعتقد حتى الدول الإقليمية والعالمية ستوفى تحترم هذا القرار وهذا الموقف. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكري الكثير لحضرتك الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي. شكرا جزيلا لانضمامكم معنا ضيوفا أكارم في الأستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. يتسابق أو بتسابق مع الزمن تتسع دائرة الخدمات المقدمة من قبل حكومة الخدمة الوطنية رغم عمرها القصير نسبيا. تقارير دولية وأوساط سياسية تشيد بهذه الخطوات اللي وضعت القرارات على
سكة التنفيذ، لكن الضغوط اللي تمارس على عملها والمعرقلات تقف عائق أمام سرعة هذا الإنجاز. نفتح وياكم مشاهدي هذا الملف والناقشة مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. مهمة لم تكن سهلة، حكومة الخدمات ورثت تركة ثقيلة من الخراب والدمار الذي يشهده الواقع العراقي على الصعيد الخدمي والاقتصادي والسياسي. فإطلاق الكثير من القرارات بشأن تصفير الفساد وملاحقة العابثين بمقدرات الدولة لتقديم الخدمات وإصلاح واقعها خصص له الكثير من الجهود المتضافرة والوقت على ضوء ما تعهدت به الحكومة الحالية بجعل هذا العام عام الثورة في الخدمات والإعمار. فتتصاعد وتيرة الحديث عن خطوات الحكومة في الشارع العراقي والأوساط السياسية وما تم إنجازه خلال المدة القصيرة بعدما لامست تطلعات المواطن. وبحسب تقرير لوكالة رويترز أن حملة الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الحالية تبعث الأمل لتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين بعدما سئموا من إهمال الحكومات السابقة. أشواط قطعتها الحكومة الحالية في خريطة الإصلاح التي وضعتها منذ بداية تسلمها المهام، لكن التحديات والضغوط المعرقلة لأدائها من الداخل والخارج وراءها مصالح حزبية ربما أو شخصية لإيقاف عجلة مسيرها، لكن الصمود في وجه العاصفة هو من جعل قرارات الإصلاح والإعمار تتخذ منح التنفيذ على أرض الواقع. نهى الشمري، الأيام. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي ضيفا كريما في الاستوديو. اهلا بك استاذ كامل. مرحبا بك، حياك الله وحيا مشاهديك الكرام وضيفك العزيز استاذ وليد. اهلا ومرحبا بحضرتك، وكذلك ارحب بالاستاذ وليد العقيلي الخبير في التنميه الاقتصاديه. حياكم الله استاذ وليد ضيفا كريما. حياكم الله، تحياتنا لقناتكم المحترمه والاستاذ كامل المحترمه. اهلا ومرحبا حياكم الله استاذ كامل. طالما اعتبرت الخدمات هي مفتاح العلاقه سواء ايجابا او سلبا بين المنظومه السياسيه والشارع العراقي، وأصبحت هي المعيار حتى في مجلس النواب وليس في مجالس المحافظات فقط، يعني وما كان في العراق هو ضعف هذه العلاقة نتيجة تردي الواقع الخدمي. اليوم نلاحظ جولات الحكومة الأخيرة ووسمت نفسها أيضا بالخدمة الوطنية، شيئا فشيئا تحاول إعادة ترتيب هذه العلاقة. هل نجحت أم لا تزال على حالها، مع العرض بأن رئيس الوزراء اليوم يناقش الكثير من هذه الملفات مع اللجنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام ومشاهديك الأعزاء. بالحقيقة الحكومة العراقية ورثت يعني مسافة ومدى بعيد من انحسار الخدمات وتلكؤ الخدمات وتعطل المشاريع التي ربما قدمتها حكومات سابقة، ولكن الحكومات اللاحقة أهملتها، خصوصا أن هنالك أزمة مالية مر بها البلد بعد 2014 بعد انخفاض أسعار النفط وانشغال العراق بمعارك التحرير من داعش، فتلكأت كثيرا المشاريع الخدمية، والمشاريع الخدمية التي على تماس مباشر مع الناس مثل المدارس، المستشفيات، الطرق والجسور وغيرها. الآن أعيدت يعني فرصة بناء هذه الميادين من خلال بحبوحة مالية جيدة سببها قانون الطوارئ الذي لم تصرف أمواله وهي تريليونات، وميزانية كبيرة هي يعني أكبر ميزانية في تاريخ العراق، مع عامل أساسي مهم وهو استقرار سياسي نسبي، يعني أن الحكومة لا تجد في الساحة من يخاصمها ويحاول إسقاطها ويحاول إفشال مشاريعها. الحكومات السابقة كانت ضحية لنزاعات سياسية، لا أريد أن أبرئ وأقلل من مسؤوليتها، ولكن أقول يعني أصف المشهد، كانت هنالك مناكفات سياسية
أثرت. مثلا قانون البنى التحتية اعترفت قوى سياسية بأنها عرقلت قانون البنى التحتية لكي لا يستفيد المالكي منه انتخابيا أو جماهيريا. فمثل هكذا مناكفات الآن هذه الحكومة الحمد لله محررة منها. ولذا أنا أعتقد أن السيد السوداني يمتلك فرصة جيدة، وهو سعى باتجاه تنفيذ برنامج حكومي واعد وناشط وفيه بوارق أمل كبيرة، وإن شاء الله تعالى ينجح في ترسيم صورة إيجابية تعيد الثقة للمواطن العراقي بحكومته وبمشاريعه المنجزة. يعني إذا قدر السيد السوداني فقط مسألة المستشفيات المتلكئة، فقط مسألة المدارس المتأخرة، فقط مسألة الطرق والجسور، إذا قدر ينجز خطوة عملية واضحة جدا كما يجري الآن وكما هو متوقع، فأعتقد أن المشهد سيتغير وسيكون هنالك رصيد جديد وقوي وداعم للحكومة العراقية في المرحلة المقبلة. طيب، قضايا الشباب أستاذ وليد، جدت ترحب بحضرتك ونتحدث عن البطالة، ملف التعيينات اللي مؤخرا قام مجلس الخدمة الاتحادي، وبالتالي هنالك حملة شهادات عليا أوائل على كلياتهم، أعداد كبيرة من المعينين الجدد وإيجاد الوظائف، وبالتالي هنالك خدمات بدأ المواطن يلتمسها خصوصا بعد توقف دام 12 سنة. نعم، بالنسبة للبطالة هي أيضا نظير لا يفترق عن مسألة الخدمات بشكل عام، فلذلك كما عقب الأستاذنا كامل قال أنه الآن السيد السوداني يمتلك مساحة كافية، يعني لا توجد معارضة يعني تعارضية أو تخريبية كما كانت تحدث في السنوات السابقة، وبالتالي نحتاج الآن بيئة تعبوية على مسألة القضاء على البطالة. طبعا الآن أدخلت بعض البرامج الجيدة والحديثة مثل البرامج الرقمية والتنموية على أساس تأهيل الشباب وأضافت قدراتهم إلى سوق العمل، وبالتالي إحنا راح نستفاد من قاعدة شبابية تمتلك مؤهلات وقدرات قادرة على مواكبة الأحداث الاقتصادية الكبيرة اللي أطلقتها الحكومة الحالية، وبالتالي إحنا نحتاج بالوقت الحالي إلى بيئة تعبوية كأن تكون دينية كما شاهدنا وسمعنا أنه المرجعية الدينية في الأسابيع السابقة دعت إلى استثمار العقل العراقي، وبالتالي إحنا ممكن نستفاد أو نبتعد عن استقطاب الشركات الأجنبية في مسألة الخدمات أو مسألة اليد العاملة على الأقل، يعني خلينا نستفاد من مسألة الخبرات من الشركات ونستثمر الأيادي العاملة العراقية، وبالتالي إحنا ممكن قادرين خلال 5 سنوات القادمة على استثمار العقل العراقي بصورة جيدة في مستويات التدريب والتأهيل. أستاذ كامل، التحرك الخارجي للعراق صوب الشراكة المنتجة في علاقته الدولية برأيك راح يسرع إعادة هيكلة مشاريع خاصة في قطاع الخدمات يعني المعطل منذ الثمانينات، وبالتالي نشوف هذه الإجراءات التي تتخذها حكومة الخدمات هل وفت بما وعدت أو جزء بما ينسجم مع عمرها اللي وعدت به؟ أستاذ دكتور أحمد، أنا أعتقد الفرصة متاحة الآن، لا نستطيع أن نقول أنها حققت ما تريد، ولكن المشروع يعني المكتوب في البرنامج الحكومي مشروع بناء واحد جيد بغض النظر عن بعض التفاصيل، يعني نصف سنة تقريبا اليوم رئيس الوزراء ما يناقش تقرير نصف السنوي مع لجنة البرنامج الحكومي، ولو أنا أقول البرنامج واحد، الفرصة متاحة، الإمكانات المالية متوفرة والهدوء السياسي متوفر. نعم. إذن بحاجة إلى إدارة فنية تخصصية قادرة على المواءمة بين قدرة الشركات العراقية. احنا عندنا شركات جيدة، عندنا شركات على مستوى الإعمار والبناء وغيره، ولكن تحتاج إلى خبرة دولية وتحتاج إلى قدرات تخصصية يمكن توفيرها من خلال دمج شركة أجنبية مع شركة عراقية في مشروع مشترك. الشرط على أو الاشتراط على الشركات الأجنبية الاستفادة من 50% من مهندسين عراقيين و 100% عمال عراقيين. بعد فترة ممكن أن نضع نسبة تصاعدية للمهندسين العراقيين وصولا إلى نسبة 100%. نعم. الشركات الأجنبية اللي تبحث عن فرص عمل ممكن أن تقبل بشروطنا، ولكن على شروطنا أن تكون قادرة على نقل التجربة وتطوير المستوى الواقعي للشركات العراقية. الشركات العراقية تعاني من ترهل، تعاني دائما الشركات الحكومية والتي تعتمد على التوظيف، وكل موظف وكل مهندس يأخذ راتبه برأس الشهر دون النظر إلى منجزه، دون وجود سقف محدد لإنتاجه، دون وجود
يعني برنامج للاستفادة من طاقاته، راح يجعل من هذه الشركات مترهلة ويعني تكاد تكون عاجزة عن الإبداع والتطوير. حينما يضع البرنامج الحكومي موائمة شركة أجنبية مع شركة عراقية، شركة أجنبية ناجحة، شركة أجنبية معروفة، مو مثل ما صار بميناء الفا ونجيب لنا شركة فاشلة ونجيب لنا شركة ما عندها مشاريع بالبناء ونجيب لنا شركة صناعة سيارات ونحطها بإنشاء موانئ. هذا الخلل البنيوي اللي مر بالمراحل السابقة على حكومتنا، على حكومة السيد السوداني أن تتجاوزه وتأتي بشركات رصينة مع اشتراطات للتشغيل الوطني وتشغيل المهندسين العراقيين واستعمال مواد عراقية داخلية وليست خارجية. بالتالي بعد مرور سنة سنتين ثلاثة راح نكتشف أن شركاتنا العراقية أصبحت بمستوى قادر على أن تتحمل المسؤولية لوحدها. وأنا أعتقد أحسن أنواع التنمية ليس أن تبني عمارة أو تبني جسر، وإنما أن تبني مع هذا الجسر قدرات شركاتك لكي تستطيع أن تبني لوحدها فيما بعد حينما تخوض مراحل التطوير المستقبلية. لا بأس الآن باستعمال والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية، ولكن بهذه الاشتراطات وبهذه الصورة. وأعتقد أن السيد السوداني لديه فرصة، وأنا أثق بقدراته إن شاء الله تعالى أن يتجاوز الروتين الإداري ويتجاوز المعرقلات السابقة ويتجاوز الخلافات السياسية من خلال حركة اللي أشوفه. أولا حركة دائبة، ثانيا سريعة، ثالثا متابعة، رابعا مشفوعة بحضور ميداني وحساب وكتاب وتقييم للمدراء العامين. أنا أعتقد هذا الطريق اللي جاي ينهج السيد السوداني يتيح للعراق فرصة أمل كبيرة وبارقة مستقبل مشرق إن شاء الله تعالى. طيب يعني أكو أمور سياسية يشيرها الأستاذ كامل الكناني وبقبالتها أمور خدماتية يجب أن تنتهجها الحكومة. أستاذ وليد، يعني إطلاق التخصيصات المالية وما فيها من وفرة، هل راح يعزز من إمكانية تقديم الخدمات بسهولة ويسر؟ طبعا احنا اولا لازم نحتاج احصائيه ثابته على مستوى، احنا اذا قلنا التخصيصات الماليه اللي اغلبها انطلقت على شكل قروض للاسر المنتجه وللعاطلين على العمل، احنا قبل لا نطلق هذه القروض نحتاج الى احصائيه ثابته. انا صراحه انا عايش بالعراق، يمكن احنا عايشين بالعراق، احنا ما عندنا احصائيه ثابته حاليا للعاطلين عن العمل، وهذه مشكله. احنا عندنا نوعين من العاطلين على العمل، اكو عاطلين على العمل ما عندهم فرص عمل نهائيا، واكو عاطلين عمل ضمن مبدأ العاطلين أو البطالة المقنعة تكون، اللي هم الأشخاص اللي يشتغلون في مشاريع تجارية بدون عقود وبدون ضمان اجتماعي، وبالتالي هذا أيضا يعتبر بطالة، لأن هذا أنه في أي وقت ممكن أنا أقدر أستغنى عنه، وبالتالي يصير أيضا أعداد متراكمة على أساس البطالة. مشكلة التخصيصات المالية صرفت بشكل عشوائي أنا باعتقادي طبعا، لأن هذه ما كانت أكو إحصائية، ما كان أكو دراسة واضحة للعاطلين عن العمل أو للأسر اللي راح يأخذون هذا القروض، وبالتالي صرفت مبالغ كبيرة بشكل عشوائي دون دراسة ثابتة وبدون دراسة منتجة. وبالتالي أنا لما أصرف قرض لازم أصرفه عن مشروع أو عن قدرة بشرية راح تكون بعدين تحول الإنسان من إنسان خامل إلى إنسان منتج، وبالتالي نحصل إلى بيئة اقتصادية وأيضا نرفد سوق العمل أيضا ببعض القدرات عن طريق هذه التخصيصات المالية. التخصيصات المالية على أساس بناء المشاريع صراحة ما كانت بالمستوى اللي كنا نتأمله ضمن دراسات معينة وضمن مراكز دراسات اقتصادية توزع هذه على الأفراد والطبقات بشكل يكون منتج أكثر. طيب أستاذ كامل، هنا نتحدث عن الكفاءة الصراعات الدولية في المنطقة واللي يعني كانت من ضمن عوامل نجاح العراق في أن يكون اللاعب الإيجابي كما أشرت إلى بعض الإشارات المهمة في هذا المجال. هذا نتج عن تفاهمات إقليمية ووساطة العراق وشغلة لمساحته الحقيقية. راح يبقي هذا الموضوع الحكومة منشغلة بملفاتها الداخلية وتوليها القدر الأكبر من الاهتمام، أم أن الدولي سيأخذ من حصة الداخل أو ترميم الداخل؟ يعني أنا أعتقد أن التعبير جيد، ولكن أنا أعتقد أن هنالك شيء آخر أكثر دقة، هو الصراعات الدولية والأقليمية لم تهدأ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والمحور الصهيوني الأمريكي تورط وانشغل في معركة أوكرانيا، فعانت المنطقة سابقا من ثقل هذا التدخل وأذاه، الآن هذا بدرجة أقل، الآن هنالك يعني انشغال أمريكي ورغبة أمريكية في تهدئة بقية الملفات. هذه الرغبة الأمريكية في تهدئة بقية الملفات هي تكتيك تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة روسيا في أوكرانيا. نعم علينا أن نستفيد من هذا الواقع، وهذه أيضا فرصة إضافية متاحة
لأن مساحة الاحتكاكات الدولية، مساحة التصعيد الدولي، مساحة الخصومات السياسية الخارجية كلما كانت شديدة كان انعكاسها على الداخل العراقي ودول المنطقة تأثير سلبي. إذن نحن يعني كما عانينا من فقر سابق نعاني الآن من بحبوحة مالية، كما عانينا من حروب داخلية وداعش والإرهاب وغيره نعاني من أمن جيد الآن، كما عانينا من حدة الصراعات الدولية نعاني من هدوء في الصراع الدولي. فإذن هذه فرصة إضافية متاحة، ولذا أنا أعتقد أن العراق استثمرها جيدا. دوره الآن كفاعل إيجابي كما تفضلت دور واضح ومعلوم، تأثيره على العلاقات مع دول الخليج، مع الجمهورية الإسلامية، تأثيره على الجمهورية الإسلامية في علاقتها مع مصر، حضوره في أجواء التهدئة، حضوره في رغبته في تشكيل تكتل اقتصادي عربي، الموائمة بين يعني محور الأردن ومصر والسعودية ومحور دول المقاومة العراق وسوريا وإيران، هذه كلها علامات إيجابية يسمح بها الواقع الدولي الآن. على العراق أن يستثمرها ويبني عليها، ليس مهما أن نستفيد منها تكتيكيا، إذا استطعنا أن نستفيد منها في المسارات الاستراتيجية مثل الاستثمارات بعيدة المدى، استثمارات النقل وسكك الحديد وأنابيب النفط، والاستثمارات في تطوير الصناعات الداخلية في بناء البنى التحتية، هذا الاستثمار بعيد المدى مفيد جدا إذا استفدنا من الهدوء الدولي بتوجيهه وليس بالاتجاهات قصيرة، اتجاهات تكتيكية، اتجاهات يعني صناعات بسيطة وتبادل تجاري بسيط. أنا أعتقد الفرصة متاحة، وأعتقد أن الدولة بشكل عام ليس فقط الحكومة وليس فقط السيد السوداني وإنما مجمل القوى السياسية ملتفتون إلى هذه النقطة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي أثرت الحوار. حياك الله، شكرا لك. ضيفا كريما في الأستوديو والأستاذ وليد العقيري الخبير في التنمية الاقتصادية أثرت الحوار، وشكرا جزيلا لانضمامك وحضورك معنا في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، نلقاكم في الغد بمشيئته تعالى، في أمان الله.